Hello everyone and welcome back to another video. This is Muhammad Najib and today we are going to talk about the chapter 5. اليوم إن شاء الله راح نتحدث عن chapter الرابع الخامس ونحل التمارين مالته. بالبداية الفكرة مالت هذا chapter the creative thinking الفكرة الإبداعية. يعني هو أصلا الإبداع فد شيء أنت هو إتيان بشيء مغاير عن القديم والإتيان بشيء مغاير عن القديم أنه أنت تعبر عن فد شيء أو تبدع فد شيء جديد كان قديما وتبدع به أنه أنت. فبالنسبة للتمارين اللي موجودة عندنا هنا Identify the author purpose يعني الغرض من القطعة The main purpose, the main idea لهذه القطعة هي Teach readers how to think creatively انه تعلمنا احنا القراء شلون احنا نفكر بشكل مبدع ونترك التفكير التقليدي. السؤال الثاني by giving readers some quick exercises to do the author gives them opportunity to يقول بهاي النقطة انه تم اعطاء بعض التمارين الى القراء حتى ينطيهم فرصة لكي to think something different حالة تفكر بشيء مختلف. يعني انطانا تمارين يخلينا احنا نفكر بشيء مختلف كل واحد حسب طريقته حتى يتم الابداع ما نبقى بطريقة ونمط واحد. رقم ثلاثة the main idea of this reading is that الفكرة الأساسية لقراءة هذه القطعة هي to create people sometimes break the rules to explore new ideas. إذن الفكرة من هاي القطعة أنه يخلي الناس تكسر التقليد وتكسر النمطية وتنتج أفكار جديدة أفكار مبدعة أفكار جميلة. رقم أربعة Scanning for details according to the author, people who think creatively do the all of the following except stay routine through them. هنا يقول الناس اللي تفكر الناس هي بشكل عام كليتها تفكر بشكل مبدع والناس اللي يفكرون بشكل مبدع هم ناس جيدين يعني بشكل عام والناس اللي راح يبقون ما ينجحون وراح يكونون تحت دائرة معينة هم الأشخاص اللي يبقون stay on routine يبقون في نفس الروتين في مسار حياتهم. بالنسبة لرقم خمسة after reading this article بعد قراءة هذه المقالة you can infer that the author would probably approve of teachers who have students guess that what they are thinking. يعني القصد أنه يعني حتى القارئ يقول بعد قراءة هذه القطعة يمكنك أن تخبر أو تحد تثبت that would you probably approve of teacher to guess they are thinking to make them thinking in a new way حتى تخلي القراء أو الناس تفكر بطريقة مبدعة. احنا هي الفكرة الأساسية بالموضوع أنه الواحد لازم يفكر بطريقة مختلفة وطريقة جديدة ما يبقى بنفس الروتين لأن الروتين قاتل والروتين ممل الروتين ما ينتج فد شيء جديد مبدع. فهاي الفكرة من هذا القطعة النقطة السادسة يقول هو طبعا من تقرأ القطعة راح تشوف أكو محادثة الفكرة من المحادثة حتى نعرف الناس المبدعة نتعرف على الناس المبدعة ويعني ان هم يوافقون رأي الكاتب ورا ما تقرأ القطعة راح تفهم الكلام. رقم سبعة يعني نغمة القطعة هي سيريوس جدية مو حزينة ولا اميوزنج ولا انجري ليست انجري برأيي الشخصي انا اشوفها سيريوس يعني هي جدية الموضوع بي جدية ما بي ضحك ولا بي حزن ولا بي غضب. بالنسبة لتمرين بي فهذا هو ماتشنج تكنيكس الحلوية الحل راح يكون ويا رقم اي A particular way of teaching of doing thing يعني هي التكنيك هو نفسه يعني تقنية لأداء شيء معين. رقم اثنين ويا الاف The way that you think about something your point of view
اللي هي طبعا هي الرقم F perspective معناها point of view طريقة معينة نمط معين. رقم 3 ويا رقم E يعني to use or control something حتى تسيطر على شيء معين. رقم D رقم 4 ويا D اللي هي يتألف من معناها. وخمسة ويا B very not very exciting يعني فد شيء ليس ممتع ordinary يعني فد شيء اعتيادي. ورقم ستة ويا C اللي هي معناها يؤجل postpone بمعنى يؤجل. هسه راح ننتقل الى موضوع مهم جدا وهو البيلدينج فوكابولري. بيلدينج فوكابولري هذا الموضوع شوي مهم لازم ركز عليه. عندنا اليوم الفيجرز اوف سبيتش واغلبكم ماخذينها بماده الادب المرحله الاولى والثانيه. Figures of speech is a way of using words creatively. Some figures of speech, metaphors and simile. بعض من الأشكال الكلام والأغراض الشعرية هي عبارة على المقارنة أو السيميلي، وهي عبارة على أن تسوي مقارنة بشيء بشيء. الميتافور مثلا he has a heart of stone مثلا هي الميتافور هي أن تشبه بشيء بشيء بدون ما تستخدم اللايك والآز. السيميلي تشبه شيء بشيء باستخدام اللايك والآز، وهذا تعاريف كلش مهمة. شرح هذا كلية مهمة هن والأمثلة عليهن هذا تعريف مهم والأمثلة عليهن أيضا مهمة، وهذا هذا الكلام أيضا كلش مهم. هذا كلام جو عندنا هيك اختيارات هم شوية مهمة لازم نركز عليهن. النقطة الأولى B، ثانية نذن مرادفات أيضا لازم نحفظن C أيضا هنا هذا الحل C، ورقم ثلاثة الحل هو أي وهنا لازم ننوه على شغلة انه اكو تمارين بعض الاساتذة ما ياخذونهن، فانت تأكد من استاذك بالجامعة وحاول تركز على الاشياء اللي هو يريدها، لانه هذا الشيء راح يساعدك بانه تفهم الاشياء المهمة. وحاول تركز على اسئلة الاستاذ لسنين سابقة او حتى لو اسئلة يعني الكترونية حتى تتعرف على نمط الاستاذ وتعرف شلون يحب يجيب اسئلة حتى تقرأ حسب ما يريد، وبالتالي انت راح تقدر تجاوبه جواب جيد لان مرة عليك نمط الاسئلة من قبل. اتمنى يعني تشتركوني بقناتي على اليوتيوب وكذلك تشاركونها لبعض زملائكم حتى يستفادون من هذا الفيديوهات. هذا الفيديو اذا شفت تفاعل قوي بي فراح اكمل يعني بوقت قريب جدا المادة، لأن أنا ما عندي وقت حقيقة كلش مشغول، بس إذا شفت من عندكم تفاعل حلو حقيقة يعني أشجع وأقدر أكمل المادة أكثر وأكثر. فلا تنسون تشتركون بالقناة وترسلونها لزملائكم.